سلمى، هلا سلمى بننتقل لموضوع كتير مهم وبيشغل بال كل الصبايا. أكيد نور، وخصوصا بهي الفترة من السنة اللي هي الخريف، كل سيدة بتعتبر طبعا أنه تاج الجمال هو شعرها. صحيح، يمكن طول ما شعرها تمام وشكله حلو ما بتحس أنه في أي مشكلة، مع أنه ممكن يكون في مشاكل مانها ظاهرة، بس تبلش تساقط الشعر بتحس أنه في مشكلة. عادة بيزيد تساقط الشعر بالانتقال بين الفصول، وعادة في ناس بتقول مواسم، موسم ما الباذنجان. بصير تقصي شعرك هلا. تماما، لكن المعلومات الصحيحة رح نتعرف عليها مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، الأستاذة إلين الهامس، وهي أخصائية بالتجميل والعناية بالصحة. يسعد صباحك إلين. هي سعد صباحكم، صباح اللي عم يحضرونا. هلا مثل عم تحكي موسم الباذنجان، كل شيء بنات وسيدات كله بخافوا من موسم الباذنجان. لك ولي يعني وصل موسم ولا لا؟ الباذنجان بدي بلش شيل شعري بالشقف قد ما انه بيصير بهر. بس هو هذا هو يعني ما دخله موسم الباذنجان، بس هو فتره الانتقال بين الصيف للشتاء، فرق درجات الحراره. هلا الفروه الراس والشعر مثله مثل البشره، يعني بيتاثر بالتغيير وتبدل معدلات الحراره وتغيير الطقس. فبهي المرحله بيصير بخف الشوب وبتخف درجات الحراره، بيقوم بيصير بخف افرازات الدهنيه، بيقوم اللي بيبلش يخسر فروه الراس والشعر. هذا الشيء بيخلي انه يصير الشعر يفقد لمعانه، بيخف بيصير بخف الافرازات الدهنيه الطبيعيه اللي بتخليه يصير يهر، ويعني يصير يعني يتساقط بغزاره يعني. طيب خلينا نحكي، يعني حكيت يمكن نوعا ما فينا نقول المناخ او الجو بيلعب دور بطبيعه الشعر، وقديش بهي الفتره كمان بتلعب دور على الشعر. خلينا نحكي شو الإضافة للمناخ والجو، شو الإشي اللي بتعب الشعر؟ يعني أنا بدل ما أعتني فيه ممكن أتصرف تصرف خاطئ زيد الأمور أكيد. هلأ أسوأ. في كتير عوامل بتخلي الشعر يهر زيادة، مثل الاستشوارات بشكل دائم، تعرض للمجفف، الحرارة، المي السخنة، تحمم مي سخنة كتير بتأذي الشعر، سخنة كتير بتأذي الشعر وبتنشفه. ممكن زيادة الوزن تخلي الشعر يبلش يهر، اضطرابات بالهرمون، الاضطرابات بالوجبات الغذائية والصحية، يعني ما بيعود بيكون البرنامج الغذائي تبعنا متكامل، وجبة كاملة فيها خضرة، فيها فواكه، فيها بروتينات اللي هي بتخلي الشعر يكون، يعني كله هذا له دور، يعني غير عوامل الطقس كله له دور بالشعر انه يعطيه صحة ويخفف من تساقطه. طيب إلين، خلينا نحكي شوي عن بعض يعني هلا في اشخاص مضطرين، يعني مثلا مهنتهم او حياتهم تفرض عليهم انه هن يتعرضوا للسشوارات او الى ذلك. في انواع من المرطبات بتنصحي فيها، انه اللي بيحط كريمات، بيحط زيوت، بيعمل حمامات، هل هي بتفيد ولا لا؟ اكيد نحن بدنا نحكي على العنايه. العناية في عندنا كتير طرق للعناية. هلأ مثل هذا الفصل، يعني أنا بنصح الكل، أو مثلا مثل ما عم تقولي اللي ما بحكم شغلهم ما بيقدروا إنه ما يتعرضوا غير للاستشوار، ففي عندك حمامات الكريم، البديل الزيت، الزيوت الطبيعية فيها تعمل السيدة ببيتها، مثل حمام زيت بالبيت، مثل إنه تخلط زيت الزيتون، زيت جوز الهند مع زيت السمسم، تحطه على فروة الرأس، وكمان فوق تحط منشفة سخنة مشان تخلي هاد فروة الرأس ولا الشعر يرطب، تتركه 3 4 ساعات على الشعر. في عندك لازم كتير تعمل تدليك لفروة الرأس مشان تنشط الدورة الدموية، هذا الشيء بيؤدي انه البصيلات ولا هي كله هاد يتنشط وبيعزز انه ما يتساقط وينمو شعر جديد ويطول حتى الشعر الموجود. كمان بدنا نحكي انه وقت نلاحظ انه بين فتره وفتره نبلش نطرف شعرنا، لانه هذا التقصف بده ينتقل لفوق بحال نحن ما شلناه. يعني كثير مهم نطرف دائما شعرنا كل فتره لحتى نشيل هذا التقصف ما ينتقل لفوق. وحده تقول لك انه انا ما عم لاقي شعري عم يطول، سمموا لي اياه، هو ما دخل هذا الشيء، انه دخل انه التقصف عم يطلع لفوق، عم بيهر، ما عم يلحق يطول او يطلع شعر جديد. فهي الشغلات كثير مهمه.
الحمام يعني تعمل حمام تتحمم فيها تحمم 3 مرات بالاسبوع بهاي الفتره، ما تكتر كثير حمامات. بتقدري تعمليه مع بنوتك مره بالاسبوع؟ صعب كثير صعبه كتير اكيد كثير صعبه للماميات اصلا كثير صعبه يعني مره كثير منيح اكيد كتير. خلينا نحكي على تلوين الشعر يعني الصبغه المش قديش بيأثر كمان يعني الفتره الزمنيه الصحيحه يعني انا في ناس بتقول لك انا ما كثير بصبغ يعني كل قد كل شهرين مره انه لا في فتره زمنيه للصبغه للخصل للشقار بحيث انا احصل على لون جميل وبنفس الوقت ما تعب شعري كثير. هلا اكيد يعني ما في اثنين يختلفوا عليها انه المش كله هذا بيأذي الشعر صحيح. ما حدا يقول انه ما بيأذي يعني اكيد بيأذي، بس فينا مثلا مثل فصل هلا كله عند الصيف ببلش بيعمل هالشقار لانه بيلبق مع السمار والصيف والتعرض للشمس. هلا متى ما بلشنا بتخف التعرض للشمس فينا نلجأ شوي لنعمل شعرنا شوي داكن اكثر غامق يعني نخفف من درجات الشقار، هذا الداكن بخليه انه يريح شوي. الفترة الزمنية قد ايه للصبغة؟ الفترة الزمنية هلا في عالم عندهم يعني بيطلع شيب فمضطرين انه هي ممكن يستبدلوا انه بدال الصبغة يلجأوا لهال في ملونات صارت جديدة بخاخات تحطيها على الشعر. هلا بس فترة الصبغة يفضل انه بين 3 شهور لـ4 شهور لحتى هي، بس يعني ما فيك تلزمي حدا فيها صحيح. فترة كتير طويلة يمكن اذا طويلة. كان الشعر لون واحد او ما عندها غامق مشكلة شيف فهي بتقدر يمكن مثل ما قلتي، ولكن المضطر بده يعمل يعني ما في. طيب خلينا نحكي ابرز النصائح اللي بتحبي توجهيها لكل الصبايا، وخصوصا هلا في كتير بنات بيسمعوا بيشوفوا على النت وبيحاولوا يجربوا هن. هلا ابرز النصائح اللي بدنا نقدمها هي انه هلا هي الفتره لازم نهتم بشعرنا. في عندك صار في عندك اذا ما عم تلحقي عندك اولاد، في عندك صار تعملي بلازما، فيكي تعملي ميزو مع اطباء جلديه. ميزو هو عباره عن مالتي فيتامينز بيساعد بين فتره وفتره، خلينا نعملها كل 6 شهور كورس 4 جلسات مالتي فيتامينز بتقوي الشعر. هي بتنحقن او بتنعمل عن طريق ديرما بين مشان اللي بخافوا من هي. في عندك حبوب لتطلع الشعر، بيقولوا لك هلا في كثير ناس بتقول لك انه ما بدي يطلع الشعر بكل جسمي بدي بس بشعري. هلا صار يعني هلا هذا معتقد خاطئ يعني هذا بس للشعر ممكن يفتحوا الشهيه، بس يعني انه اللي عندها مشكله بيقولوا لك بصلح من جهه بخرب من جهه ثانيه، بس يعني هذا فيها تعمل كريمات بالبيت. في كمان ابر يمكن بياخذوها بس مش ابر يعني بيفقص الابر على الخصل، هي على الخصل زيوت او فيتامينات كل صح. قديش ممكن الشخص هلا هي مثل هالفتره ممكن تنعمل ترجع تنعاد بعد شهرين. هلا فينا نقول نغير لازم تغير الشامبو اللي كانت تستخدمه بالصيف للشعر الدهني، لازم هلا تبلش تستخدم للشعر الجاف لانه عم بلش ينشف الزيوت. الشامبويات بيقولوا لك فيها مواد كيماويه، بتلاقي انه اذا اتجهتي لشامبو هي يعني مقوله شائعه على شامبو الاطفال افضل للشعر صحيح؟ طبعا هلا في كثير ناس بتستخدم شامبو الاطفال بتقول لك ما فيه مواد صحيح. كيميائيه اكيد 100% هذا الحكي. طيب الختام شو ابرز نصيحه بتحبي توجهيها لكل اللي عم يتابعوا؟ يهتموا بحالهم ويهتموا بجمالهم، وثاني شيء انه يخففوا توتر وستريس له دور انه يخلي الشعر يتساقط والبشره تتعب شوي. يهتموا باكلهم، ينوعوا الغذاء، تعمل ما انا قدرانه تعمل حمامات، تهتم بحالها يعني هاد اللي بقيان مثل ما بنعطي بدنا نلاقي بعدين. اكيد اكيد بدنا نشكرك الين الهامس على وجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لكم. نتمنى اكيد دائما للصبايا والسيدات يضل شعرهم هيك حلو أكيد. وجميل. شكرا لك. اكيد شكرا لك.